سوزنا تشو تشاركيا نوركا سوزناك بالفو هلا هي اثنين الامكانية الاولى بقى للي هي لا دوزيام استعمل حشوة لا troisième possibilité de te بكل بساطة بشكل مباشر siècle, on confirme plus longue et plus sinueuse. المؤلفين الملحنين والمؤلفين بلشوا يفضلوا المهم هو كان التعبير الموسيقي. C'est-à-dire désormais sur la voie de musique de mélodie. Ah, فإذا بدأ تحول الموسيقى العثمانية من موسيقى مقام ميلوديك. Au lieu d'une musique de maqam. Bien sûr, chaque mélodie. بس الأساس لم يبقى هو الأساس أصبح هو اللحن. هذه التعامل مع المقام يعني لم تضر بالمقام. على العكس أصبح في عند الألوان أكثر. Mais on peut pas dire la même chose pour l'improvisation. ولكن مع الأسف لا نستطيع أن نقول شيء حول الارتجال. الموسيقيين العاديين ما بقى يحبون جميلة. Parce que ce n'est pas des improvisations colorées d'une expression compliquée. لأنه أصبح معقد جدا إنه يتعامل مقامات بالأصل بهذا الشكل. فإذا هذا كان الارتجال على هي عبارة عن عطاء من الله للموسيقيين الموسيقي العادي ما بحسن. Nous devons détacher mieux que des œuvres des grands. Dans le
نرجع للقرن التاسع عشر، جميل بيك مثلا وعنده تقاسيم مهمة إضافة اللي ذكر نيازي ثلاثي أشار وإحسان أزجان اللي هن يعني ما بقوا بس يساووا انتقالات ويساووا انتقالات عجيبة كتير بعيدة avec charme بسحر بسحر خاص. J'ai un dernier mot à dire. كلمة بأنه حول أولوية على درجات المقام أو على طريقة Les anciens pensaient que le maqam définit. Un jour, on a constaté que une mélodie rend certaines caractéristiques plus haut ou plus bas. اليوم c'est-à-dire la mélodie lustre et يعني كما يقول هو وهي عبارة لحن يبرر بيقول لي مثال انه اللحن مثل البحر وقت اللي بيتحرك بدون البحث فيه. فالعلامات النهاية نتيجة فالذي يحدد العلامات مثال لحتى يطلع لون الأصفهان. direction du motif الموتيف اللي موجود لأنه مقام الأصفهان. تحركت درجة صدقاء لحن ainsi que le savoir du maqam Besnegar encore le plus bas s'il est le seul perdé aigu s'approche يعني مقام البستنيكار مثلا عم ننهي نحن فبتكون عدد الصباء منخفض نحن بدنا نطلع لدرجة العراق اللي هي درجة السينوس بيمول ترجمة
Il n'est pas convenable. Depuis le أن الأساس هو العصر النظري. بالتالي فلا لم يعد الموسيقى العثمانية هي موسيقى لا تؤخذون الأفكار معقدة وطويلة. الأرض اللي بنحكي فيها اليوم هي الحركة، وفي كتير في الأخير لحتى نفس الوقت أتأخر عليك. راح خمس دقائق بعدين بنسوي المواضيع اللي ابو قدور انه ما بعرف بدك تساوي
خلصنا. لو سمحتوا ممكن بس شغلة مشان ما يكون في فصل كبير الأول والجزء الثاني مع أنه هو المواضيع نفسها تقريبا. حبذا أنه إذا كان في عندكم أسئلة بالنسبة لأدري هو بالأخير بده يصير نقاش حول الأربعة. بس بالنسبة لموضوع أبو أدري لأنه هو أصلا يصير في حوار بينكم وبين عنده تساؤلات مو مدخلات بعد إذنكم تساؤل أنه نحسن نحترم الوقت تكون قصيرة ومختلفة كان إذا كان ممكن. تفضل بالنسبة للمعلمين. تمام الموضوع التساؤلات للمحاضرات الأربعة لبعدين في حد له. تفضل. ايه اوكي خلاص مش فاهم ليش تساؤلات ومش خلاص اشياء تستوجب وفي اشياء تستوجب التساؤلات. بالنسبه للاخ فيا عندي فقط بالنسبه للمقام جاء مع العصر العثماني بحيث نعرف مقام بدء مع قطب الدين الشيرازي ومع الصفد ومع غيرهم يعني من القرن الثالث عشر. لازم تكون واضح. بدك أصلا جملك يا كلام؟ لا راح أكلم بفرنسا بعد. وحبيت أجم ولا أكلم بفرنسا. يتعلق بصفد الدين الأرموي. صفي الدين هو في حياته أنه وقت تنظير وتطبيق وتدارك ذلك في الشرق وصل إليه في الكتاب الأرض. كان في الشرق احتمالات عدة بالنسبة للنسل وكذا يعني الرجل كان واعي بالفارقة بين التنظير وبين التطبيق وتدارك. فقط عندما أنهى فكرة المحاضرة بالتركيز على الموسيقى العثمانية أو الموسيقى التركية أصبحت تعتمد على اللحن وليس على المقام، فأدل على ذلك بعنصر التعبير. فأنا أعتقد أن عنصر التعبير عنصر في المقام، وأعتقد أنه هناك نوع من الالتفات حول المقام أو الدور ومفهوم السلم والمقام أو عناصر الأساسية هو بعد التعبير. الموسيقى التركية في نظري بقيت مقامية، عمقت البعد المقامي لديها لأن عادت إلى المقامية عنصر كان يفقد وهو عنصر التعبير. هذا لو حبيت ترجمه أو أكلمه بفرنسي جيم بيكون افضل اتصل اكثر شير فكر جي دي ان ريزومي pour le terme maqam pour le terme maqam on sait tous que c'est vers le 13e siècle que ce terme a commencé à être utilisé avec Qutbuddin Shirazi avec al-Halli et autres depuis le 13e siècle déjà le terme maqam a commencé à être utilisé. Deuxièmement pour Safi al-Din il a bien démontré que dans l'Adouar, il a été à peu près au-delà de ça ou au-delà de la théorie, de la pratique. C'est-à-dire que la théorie n'est pas tout à fait convenable à ce qui est pratiqué à l'époque. Et dans la charia, il a donné d'autres expressions et il était dans le charafi beaucoup plus pratique dans le Kitab al-Adwar. La troisième chose, c'est que vous avez vu que la musique est devenue mélodique et non plus maqamique. Pour la raison
que l'expression est devenue vraiment l'élément essentiel. Et moi, je crois qu'au contraire, en appuyant ou en s'appuyant sur le terme, sur l'aspect ou sur l'élément expression, la musique turque est devenue beaucoup plus makamique qu'avant, parce que l'élément de l'expression est un élément fondamental pour le moment. À moins que entre le terme makam et échelle, ça c'est autre chose. Mais le makam en tant que makam, l'élément expression est indispensable. Et c'est pour ça que la musique turque est encore plus profondément makamique qu'elle l'était avant. Merci pour vos corrections, d'abord. Merci pour les corrections, Elie, d'abord. Merci beaucoup. À propos de Safiuddin. Merci beaucoup. Oui. Fakat yani Türk musikisinin fazla makam olduğuna dair şunu söylemek lazım. Makam musikisi seyir kaidelerini öne çıkarır. Halbuki Türk musikisinde artık seyir kaideleri geri plana itilmiş. بالنسبة للأول شيء ذكر الدكتور محمود قطاط على الملاحظات حول صفي الدين هي ملاحظات قيمة ما في شك تاريخيا. من الناحية الثانية الجواب على السؤال الثاني هو الناحية التعبيرية. هو بكل بساطة التعبير هو ما حكى عن الناحية التعبيرية أبدا، هو حكى عن اللحنية والمقامية، لأن التعبير أمر آخر بالنسبة له. هو عم بيقول بكل بساطة أنه من التاسع عشر أو من بعد القرن الثامن عشر قبل المقام هو أولا وبعد اللحن، بين اليوم واعتبارا من القرن التاسع عشر صار اللحن أولا وبعدها المقام، يعني تستنبط الألحان بينما قبل كانت تستنبط الألحان من الألحانات. هذا هو التعبير بالنسبة له. لا هذا مو صحيح أصلا. أنا أعتقد أنه المقام ليس أسبق من اللحن، يعني لحن من نستنبط هو الذي نستنبط منه المقام، بالتالي نستنبط من المقام القضايا الأخرى السلم العقد الدرجات المستخدمة. يعني اللحن أول لأنه اللحن قبل المقام وقبل التقعيد، فكيف تكون القاعدة ثم يأتي اللحن؟ اللحن هو الذي يعطي كل المسائل الأخرى التقليدية والتقعيدية. Depuis toujours, c'est l'idée en fait qui est au départ, et c'est le programme ou la théorie qui suit de toute façon. Donc, à un moment donné, vous dites que c'était le makam en fait qui est considéré. Je pense que c'est bon. Je ne sais pas si vous avez une explication là-dessus. Önceki bestelerimize bakarak söylüyorum. Yani 1900'den önceki bestelerde makamların seyir kuralları içinde. هلا هو ما عم بحكي بشكل عام، ما في شك هو عم بحكي تحديدا على 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 القرن السابع عشر في تركيا العثمانية. هلا نحن عنا انه اللحن سابق، هذا ما في شك، بس بفترة فترات في القرن السابع عشر كان في موضوع تكبير، يعني أن لا يحق للملحن انه ياخذ الاصول قضية، بتعرفوا انتم هذا الكلام، وهو عن مكان محدد. ما في شك طبعا انه بشكل عام اذا بدنا الاسبقيه هو اللحن، الاسبقيه هي الفطره، كل شيء في هالدنيا الاسبقيه فيها للفطره، والتنظير بيجي بعدين. بس عم بحكي على فتره محدده اللي هي فتره القرن السابع عشر، النظري ربط العملي، هذا اللي هو بحكي بالضبط، وانه تحرر بعدين في القرن التاسع عشر، هي بالضبط، ما عم بحكي بشكل عام. C'est juste une question d'expression, en fait. Yani, il dit que les expressions qu'on utilise, ils sont un peu différentes. C'est pour ça. Donc, voilà. Pas l'expression musicale, les expressions dites. Voilà. شكرا لكم. عندي سؤال من أستاذ فكرة. حضرتك قلت
صنع المقامات جديدة بيد المسيحيين العثمانيين عبر التاريخ، يعني خلال التاريخ. رأيك هل نستطيع أن نصنع مقامات جديدة حالياً؟ هل هذا العمل مسموح أم لا؟ Vous avez dit que les musulmans, que les grands musiciens ottomans, ils ont fabriqué des makams à un moment donné. Est-ce que vous croyez qu'on a le droit de fabriquer des makams aujourd'hui? Mümkün, mesela ben 4 yeni makam yaptım ve örneklerini gösterdim. هو مخترع أربعة جدد وبعلمه لطلابه. يعني بسمح له برغم انه بيعتبر نفسه انه هو ما هو موسيقي عبقري يعني بس سمح لنفسه انه يخترع اربع مقامات جديده وبعلم طلبه. مو بس بالموسيقى يا صديقي، ها التكفير موجود في كل شيء. Il dit qu'avant, on pouvait fabriquer des macams. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de possibilités. Il y a moins de possibilités. Aujourd'hui, il y a moins de possibilités. Ils considèrent qu'il y a moins de possibilités parce que les gens, ils sont en train de dire que ça se fait. Il y a encore beaucoup de possibilités. ملاحظة صغيرة أخيرة. أقول إنه حتما إنه الإمكانيات المقامية لم تستخدم بشكل كامل أكيد ولا زال مفتوح ولن يغلق. في شيء تساؤلات تانية؟ تفضل. الأستاذ فكرت حكى بأثناء حديثه محاضرته إنه الفاديز بسلم الصبا تختلف عن بقية المقامات. نحن هون حسب معرفتي أنا نحن بالبلاد العربية فاديز غير الصول بيمول. نحن بنستعمل الصول بيمول بنغمة الصبا. لانه لما تقول فا تقول ابدا فا ديز ما بصير لك تقول فا صول بيمول. هي دائما يعني حتى كمان عفوا ابو قد كمان حكى فيها بعد اذنك. لا بس اجاوبك على الموضوع هذا مو منه. انا اللي قلت فا ديز، هو ما قال فا ديز، قال نغم صبا. ايوه اللي قلت فا ديز ما هو اللي قاله بالمناسبه. ايوه ما في شك طبعا. هو انا قلت فاديز من باب التعيين مو من باب ماشي لانه ما بتقول فاديز وقبل فانو ما في شك. هذا السؤال الثاني كان عم يحكي انه اثناء حديثه انه خلال مع الزمن عربة السيجا ارتفعت بدي كيف ارتفعت يعني هلا بيقول السيجا هيدي عن دمشق دوستها لانه بيسمعوا تركيا غير دمشق، دمشق غير القاهرة. يعني كل منطقة إلى كل ما جينا جنوب بتنقص علامة السيجا. أسأله بتنقص. فبحب بيزيدوها ورغم هيك عم يقول إنه كمان مع زمان عم تزيد علبة السيجا. كيف بتزيد؟ على صارت تورية بقى السيجا. لا هي وصلت لهون لأنه زادت. هي بالأصل هي كانت عندنا القديمة وارتفعت خلال ثلاث قرون. شلون ارتفعت؟ بقدم له سؤال هو بجاوب. Demande comment ça se fait qu'il y a des que pendant trois siècles vous avez parlé en fait du siga perdesse que il a augmenté en fait pendant les trois derniers siècles. Alors pour lui, nous on dit ici que le siga de Alep elle est plus haute que celle de Damas. Je comprends pas comment un perdet peut changer avec le temps. Donc il veut Alep siga herhalde İstanbul siga'ndan gelmiş. Yükselmiş. Evet, izleşmiş. Yani sanıyorum tamam. Halep Sigahı, İstanbul Sigahı. Ben de sanıyorum. Bizdeki etkileri tizleşme, Osmanlılardaki tizleşme iki aşamalı. Hı. Birincisi Bizans müziğinden geçen bir makamın etkisiyle birinci tizleşme. Hı. İkinci tizleşme piyanonun kullanmaya başlaması. هلا هو بالنسبة لموضوع علو العربي أو انخفاضها بشكل جغرافي وما بس عربة السيجا كلهم بتحرك بشكل جغرافي، هو يعتقد أنه طبعا على اعتبار أنه العربي ارتفع خلال ثلاثة قرون في اسطنبول، وهلا بحكي لك شو هي الأسباب اللي إياها، حلب شدت
وهذا شيء طبيعي. يعني المدينة كل ما قربت من المركز بيكون تأثير المركز عليها أكبر. طب من ناحية الزمن إنه شلون ترتفع العربة؟ هو برأيه إنه ارتفاع عربة الثلاث قرون الماضية له سببين أساسيات. سبب قديم وسبب حديث. السبب القديم في البداية إنه صار في إعادة اكتشاف الموسيقى البيزنطية القديمة اللي كانت تستعملها العربة العالية اللي هي عربة شريفة اللي على خمس الوتر. من ناحية ومن ناحية تانية إنه استعمال البيانو في القرن التاسع عشر اعتبار الآلات الثابتة بالقرن التاسع عشر والسلم المعدة شد عربة السيجا لفوق شده. قريت مطالع من جديد إنه مقام الهزام نحن عنا هون بسوريا لما نعمل سيجا بيقولوا هذا مو سيجا هذا هزام. نغمة السيجا الأصلية قليل استعمالها في الوطن العربي كثير قليل يعني حتى يكاد مفقود. قريت أنا مقالة أو بحث للأستاذ المرحوم توفيق صبره بأنه نحن بسوريا ما عنا سيجا عن الهزام اللي بمصر بحلب عفوا بتركيا. تركيا في نغمة السيجا ونغمة الهزام هزام بيقولوا لك هزام. هالنغمة الهزام هي نحن مستعملنا بس اسمع عنا سيجا يعني هذا السيجا تبعنا نحن. العرب هو الهزام تبع تركيا. وصورون بوندي يعني ميشيل سلام كده سيزين سيجا سيز سيجا درسنز بزوزاي هزام اونيرز onun adı bizde siga huzam oynar. Bizde siga yok. Siga makamı yani. Siga söylenir. Biliyorum biliyorum. Yani bizde huzam ve siga başka makamlar. Farklı makamlar. Biliyorsunuz. Yani tamam. Yani hala fil musika türkiye makam el huzam ve makam el siga hennin makamı muhtelifin tamamen. Nahne tabağın istamal el siga el asli anna nadir cidden ve istamal bas la ma hada mistamal. Şeyh Amar. طيب في عندي نقطة بس بحب أقولها للأستاذ فكرات إنه كيف يخترع الموسيقي أو المبدع كيف يخترع مقاما. هناك في تصوري طريقتين. الأولى إنه يضع إما جمع بين أجناس مختلفة أو يضع درجات سلم مختلف ليس له وجود ثم يبني عليه لحن. وفي كلتا الحالتين يعني سواء كانت الأولى أنه يألف لحن على درجات سلم غير معروف أو أنه يخترع السلم ثم يبني عليه لحن. وفي الحالتين هذا شيء لا يقبل يعني من ناحية المنطقية. أنه منين رح أجيب يعني لأن احنا بنقول مقام لما منكون سمعنا ألحان كثيرة على هذا المقام ثم قعدنا هذه الدرجات رسمناها الخط البياني بعد استخدام درجات رسمناها ووضعناها ضمن سلم ثم قسمنا هذا السلم إلى عقود حسب استخدام. فكيف يسوق للموسيقي أنه يعمل لحن في الطريقة الأولى يعمل لحن ويقول أنا اخترعت مقام أو أنه يخترع سلم يكتب سلم جديد يجمع بين أجناس ثم يعمل عليه لحن يقول أنا اخترعت. هذا ما فهمته. أترجم له؟ دونك مسيو أدري دلال دي كي كومون أون بو انفونتي أن مكام أون بو انفونتي أن مكام دو دو مانيير سوا أون بران لي جينس كي إكزيست أون لي ميلانج أن أوتر مانيير أون في أون ميلودي بار دوسو أو بيان أون بران دو مكام كي إكزيست ديجا أون لي ميلانج أنسومبل أون أون تروازييم. Et lui, il dit, de toute façon, ce n'est pas acceptable les deux manières, parce que ce n'est pas des bonnes manières pour faire une mélodie. Donc, lui, il considère qu'on ne peut pas inventer un makam. Il faut d'abord avoir un contenu de mélodies qui sont faites, et après, en fait, les réunir théoriquement pour inventer des makams. Makam başka, mevzudi başka. Yeni makam yapmak demek, yeni melodik lezzetler bulmak demek, almak demek.
اختراع المقام ما له علاقة في تركيب الأجناس ولا له علاقة في تركيب مقامين. اختراع المقام هو اختراع لون لحني جديد له نكهة تختلف عن نكهات المقامات المستعملة. فإذا العملية لا هي تركيبية بين جنسين وليست مجموعة علامات، هي في الحقيقة أنه بلحن الواحد بس في نكهات جديدة في الموسيقى ومنها ممكن أنه يتثبت المقام. بصر فبلا نحن ممكن نسمع بشكل عملي المخترع حتى نفهم. أنا ما فهمتها. هل يمكن أن نسمع لأن دفو مقام كنت فيه؟ Est-ce que vous voulez qu'on explique d'abord ce que c'est ou vous voulez le jouer seulement? Sabavend. 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 اسمه اسم المقام اللي بده يعزفه Sabavend. اسم جديد طبعا هو ها. Sabavend. Sabavend. لا لا هو اختراعه والاسم جديد. هو مخترعه لا هو مخترعه والاسم جديد. اسمه صبا فند. يعني صبا هو اسم جامع، هو صبا ونهاوند. الفند جاي من نهاوند، فصبا فند اسمه. اسم مركب. هلا بدي يعزف لنا اياه. ابعاده ما في ابعاد لانه هو مو سلم، هو مقام. ممكن تعرف اجناسه بس ابعاده صعب. بدك تسمعه هلا بدي يسمع لنا اياه اذنيا. Yani şöyle söyleyebilirim. Nihavend san neva. Nihavend san neva. Sava san sega. هو عبارة عن نهاوند. هو عبارة عن نهاوند بدون نوا وصبا بدون سيجا. بالضبط. التركيب هيك. إيه ممكن إنه يتشبه فيه تشبيه بس اللون النغمي بنعرفه. طيب هلا الترصيع ما هو نفس الشيء لأنه هون في جنس يعني هو ما هو جنس صبا زمزمي والترصيع النهاوند فيه نكريز يعني كمان. يعني دخلة معقدة. نهاوند مرصع دي والله. وين هذا المكان؟ بالشيء يعني
هلا شوفوا، هلا في شغلة، عفوا بعد إذنكم، في شغلة مهمة جدا يا جماعة، إنه جاوبني على قصة هلا، إنه ما في شيء اسمه نهاوند مرصع في الموسيقى التركية، بس موجود عنا في الموسيقى العربية، وبالتالي هو مكتشف قضية معناتها صحيحة، لأنه ما هي موجودة في الموسيقى التركية، ما في شيء اسمه نهاوند مرصع بالموسيقى التركية بالمناسبة، بس نحن عنا يا Merci pour avoir en fait exporté un ancien maqam en fait qui est chez nous en Turquie. Voilà. Moi j'ai traduit. Anladım. Yani ben öyle bir makam varlığını bilmiyorum. Ayrıca da tam böyle kullanıldığından emin değilim. Hatmen yok. Hatmen yok. Ya şu anda kullanıyorlar mı? Non. C'est pas du tout le même. On peut en parler largement. Enfin, ils veulent ça, donc moi je préfère laisser faire. Si vous voulez répondre, moi je suis prêt. Hein, mais bon, voilà. شكرا لكم. شكرا. يلا. شكرا.